ومن الجهمية كما أنها نشأت المعتزلة نشأت المرجئة، وذلك لأن الجهمية يقولون الإيمان هو معرفة القلب لله، والكفر هو الجهل بالله، فيقولون متى عرف الإنسان الله فهو مؤمن، ومتى جهله فهو كافر. وأخرجوا العمل الصالح وأخرجوا القول الصالح، وعلى هذا فإبليس مؤمن على معتقدهم لأنه يعرف الله، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فجاءت المرجئة وقالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأخرجوا العمل الصالح.